وننتقل الآن إلى الأردن، حيث سقط عشرات الجرحى في اشتباكات تخللت مظاهرة نظمها السلفيون الجهاديون في مدينة الزرقاء القريبة من العاصمة الأردنية. لتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع معنا من عمان الأستاذ وائل البتيري الكاتب والصحفي. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بكم. أود أن تحدثنا أستاذ وائل عن ما حدث بالضبط، وأنت ربما كنت تتابع وتغطي الأحداث يوم أمس، تفضل. نعم، لقد كنت منذ البداية، وحين حضرت إلى مدينة الزرقاء رأيت على الدوار مشهدا لم أشاهده من قبل في اعتصامات السلفية الجهادية. نعم، فقد رأيت قوات كبيرة من الأمن، وفي العادة كانت اعتصامات السلفية الجهادية تمر بسلام، ولم يكن يتواجد من قوات الامن الا بعض الافراد الذين يعني يساعدون على تسيير السيارات. نعم. بدا المهرجان بعد صلاه الجمعه مع بوجود تواجد امني كثيف. اثناء المهرجان تحرك بعض من يوصفون بالبلطجيه وحاولوا الاعتداء على المهرجان الذي كان يسير بطريقه سلميه. نعم. قامت قوات الشرطة يعني منع هؤلاء البلطجية، ويعني وقام كثير من الشباب المتواجدين من تيار السلفية الجهادية بتهدئة النفوس ومنع حدوث أي احتكاك بين الجانبين. نعم، يعني أستاذ وائل، عفوا على المقاطعة، يعني يقال إنه جماعة السلفية الجهادية استخدمت السلاح الأبيض، وهناك رواية أخرى تقول لا، من استخدم السلاح الأبيض ضد المظاهرة هم البلطجية. يعني أنت شاهدت بأم عينك، وضح لنا أكثر. يعني الذي شاهدته أن الشيخ جواد الفقيه أثناء إلقائه لكلمته في بداية المهرجان وذكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف، رفع سيفا أثناء حديثه. نعم. ثم لم يكن هناك أي مظاهر غير هذا المظهر الذي حصل، أي مظاهر من مظاهر التسليح في صفوف السلفية الجهادية. حينما بدأ اعتداء البلطجية أو من يسمون بالبلطجية على الاعتصام الذي كان يسير بطريقة سلمية، بدأ الذي رأيته أن أفراد السلفية الجهادية بدأوا يبحثون عن مثلا عصي او شيء من الحديد او شيء يحملونه للدفاع عن انفسهم. نعم. مر الاعتصام وانتهى بسلام وامان، وقسم انصار السلفيه الجهاديه انفسهم على ثلاث دفعات لمغادره مدينه الزرقاء. خرجت الدفعه الاولى بسلام، وخرجت الدفعه الثانيه بسلام، ثم بقيت الدفعه الثالثه التي تتكون من حوالي 50 الى 70 شخص. حينما همت بالخروج والوصول الى الشارع الرئيسي وسط شتائم من البلطجيه بوجود رجال الامن، وانا من الناس الذين شتموا من البلطجيه وقيل لي لعنه الله عليك وعلى الصحافه التي انت منها. حينما بدا خروج هؤلاء الشباب بدا من يسمون بالبلطجيه بالقاء الحجاره عليهم. ما هو دور رجال الامن؟ ما الدور اللي قام فيه؟ كانوا انا اضعكم بالصوره، كان على الميمنه رجال امن في مقابل السلفيه الجهاديه كان بلطجيه، على الميسره كان بلطجيه مع وجود تواجد قليل لرجال الامن، التواجد الاكثر كان على الميمنه. نعم. اثناء حدث هناك صدام، القوا البلطجيه بداوا بالقاء الحجاره، واخذ افراد السلفيه الجهاديه ايضا بالقاء الحجاره والدفع عن انفسهم. انحاز الذي رايته ان افراد الشرطه انحازوا الى البلطجيه واخذوا وبدا الهجوم من الشرطه والبلطجيه الى جهه السلفيه الجهاديه المحصورين في منطقه ضيقه، والذين اخذوا يعني منهم من بقي يعني يدفع عن انفسه ومنهم من هرب يعني هنا وهناك خشيه الوقوع في شيء من الفتنه. حتى أنني رأيت بأم عيني رجال من الأمن يهربون من حجارة البلطجية، رأيت بأم عيني. يعني أستاذ وائل، عفوا، يعني كلمة البلطجية أصبحت هذه الأيام مخيفة، يعني بلطجية في مصر، شبيحة في سوريا، يعني من هم هؤلاء البلطجية؟ يعني بعض الناس يعتبرونهم أنهم يتبعون لأجهزة أمنية، يعني ما مدى صحة هذا الكلام؟ لست على علاقة بهم ولا أدري، لكن الذي يظهر أنهم يعني يحظون بحماية أمنية، يحظون بحماية أمنية كما رأينا في جميع الدول. نعم.
نعم. وهذا ما رأيته في بأم عيني في الزرقاء، ولكني أيضا رأيت أن الأمن أصيبوا وبحجارة حول البلطجية، ورأيت العميد عبد المهدي الضمور يهرب من حجارة البلطجية. نعم، للتوضيح فقط أستاذ وائل، يعني ما سبب هذه المظاهرة، يعني المظاهرة التي قام بها السلفيون الجهاديون؟ الحقيقة لم تكن مظاهرة، كان اعتصاما محددا في وقت محدد وفي مكان محدد. نعم. ولم تكن مظاهرة، هذا الاعتصام الذي يعلنه أنصار السلفية الجهادية يعلنون أن هذا الاعتصام هو للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمظلوم، جميع المعتقلين الذين يصفونهم بالمظلومين. نعم. في السجون الأردنية، ويطالبون بتحكيم الشريعة ومحاربة الفساد. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ وائل البتيري الكاتب والصحفي، نشكرك على هذه التوضيحات، ونبقى في الأردن وفي عمان تحديدا. معي من هناك الأستاذ أمجد العبسي الكاتب والصحفي، أهلا بك معنا. أهلا بك أستاذ أمجد. يعني أيضا الأردن شهدت العديد من المظاهرات التي تطالب بالإصلاح، وتحديدا شباب ثورة 24 آذار، هل هناك من تحركات جديدة؟ هو بداية أريد أن أقول أنه بالنسبة للبلطجية هي بدعة حكومية، وهي المسألة لم تكن في تاريخ الأردن أو في التاريخ السياسي في الأردن أن كان هناك مظاهرات أو مسيرات يقابلها بلطجية يواجهونها. بالعكس، البلطجية كثيرا ما كانوا يصطفوا إلى جانب المتظاهرين في مطالبهم العادلة. لكن الحكومة لدينا أرادت في الفترة الأخيرة أن تستخدم البلطجية، يعني نوع من الاستيراد هذه الفكرة من النظام المصري. أعتقد أنها فكرة سيئة، لأن إحنا مجتمع عشائري ومجتمع يعني في كثير من الترابط الاجتماعي، فتوريط المجتمع في مشاكل بينية وفي دم وفي أيضا تكسير عظم، هذا شيء مرفوض. نعم. وسيرتد على الحكومة كما ارتد في الزرقاء. ما حدث في الزرقاء أنه التيار السلفي استفز من البلطجية، هرب البلطجية، والذي يعني الذي أخذ رد الفعل أو تلقى رد الفعل من قبل السلفية هم رجال الأمن العام، ورأينا عشرات المصابين. على الحكومة أن تكف عن استخدام. طيب أستاذ أمجد، يعني أرجو أن توضح لنا جزئية، يعني هؤلاء البلطجية هل هم موجودين في كل المظاهرات التي خرجت يعني في الأردن؟ يعني هل لا ليست كل المظاهرات. نعم. المظاهرات كثير من المظاهرات. نعم. معظم أو أكثر المظاهرات لم تستخدم فيها البلطجية. لكن أنا أريد أن أورد دليل على أن الحكومة هي متورطة. أول ظاهرة استخدام بلطجية كانت أمام في شارع الأمام مسجد الحسيني ضد مجموعة من الناشطين منهم الأستاذ موفق محدين وغيرهم. نعم. هذا الاستخدام تم قبل حوالي شهرين، حتى الآن لم تصدر وشكلت لجنة التحقيق، وحتى الآن لم نرى نتائج التحقيق في هذا الاعتداء. لو كانت الحكومة غير متورطة كان رأينا نتائج التحقيق خلال أسبوع أو أسبوعين. تتحدث التحقيق مع البلطجية اللي ساهموا في ايوه التحرير. نعم التحقيق، نعم نتائج التحقيق من ارسل البلطجيه. نعم. ومن مول البلطجيه ومن استدعاهم ومن نظمهم، وحتى الان لم نرى النتائج. نعم. على الحكومه ان تصفح عن نيتها في هذا الموضوع وان تكف عن استخدام هذا الكلام. معروف رايناه نحن في 24 اذار، رايناه في عيانا، راينا كيف ان الامن ينسق مع البلطجيه، وكيف راينا الجمعه الداميه، الجمعه الشهيره يوم 25 اذار المؤلمة بحق الأردنيين وبحق جميع الأردنيين. نعم. أيضا شهدت الكرك مظاهرة في ذكرى هبة نيسان، أود أن تحدثنا عن دلالة هذا الحدث. نعم، هو في كرك ومعان شهدت احتفاليات أو بعض التسامات لإحياء ذكرى 15 نيسان، واللي هي ذكرى هبة نيسان عام 1989، والتي يعني جلبت الديمقراطية للأردن. هذه رد على ما حدث في من بلطجة حكومية اتجاه 24 آذار، والتهديد بتفكيك النسيج الاجتماعي أو بما يسمى بأردني فلسطيني. جاء الرد من الكرك، من قلب الحالة الشرق أردنية، جاء الرد من معان قلب الحالة الشرق أردنية على هذه البلطجية، وعلى من يقول أن مثل هذه الاعتصامات أو مثل حركة 24 آذار أو غيرها من الاحتجاجات التي تسير عبر الأحزاب والنقابات هي ستؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي. جاء الرد مباشرة أن أهل الكرك متمسكون
معتزون ب 15 نيسان، معتزون ب 24 اذار، معتزون متمسكون بالوحده الوطنيه. الحراك السياسي مطالب بالاصلاح لا يعني تفكيك المجتمع ولا يعني انقسام المجتمع، يعني اننا نريد دوله خاليه من الفساد، نريد دوله فيها ديمقراطيه، نريد دوله فيها ما فيها شعب يستطيع ان يحكم ذاته، لا نريد مجموعه من الفاسدين يعني يتحكمون بنا ويتحكمون بمصائرنا. استاذ امجد، نعم، ما صحت بعض المعلومات التي تتحدث عن تحويل مجموعه من شباب 24 اذار الى محكمه الجنايات، يعني هل تم توقيفهم؟ عندك معلومات عن وضعهم الان؟ هو يعني لم يتم توقيفهم، لكن هناك ملاحقه امنيه شديده بحقهم، هناك متابعة، هناك تحريض عليهم، هناك محاولة لقطع أرزاق بعضهم، هناك محاولة لتضييق على أهليهم. هذه ملاحقة أمنية يجب أن تتوقف. هؤلاء شباب يمثلون البلد، يمثلون روح البلد، لا نريد لأحد أن يسيء إليهم. لم يختلفوا شيء، بالعكس لما كانت تلقى عليهم الحجارة وتلقى عليهم العصي كانوا هم يعني يردون ب 100% وكانوا يرسمون الحجارة خارطة الأردن. هو يوجد هناك ملاحقات، يوجد تضييق شديد وملاحقات امنيه، تم تحويل اكثر من 80 منهم الى محكمه الجنايات بتهمه مقاومه تجاه الامن العام، لكن محكمه الجنايات المدعي العام رد واعتبر ان هذه قضيه مختصه امن الدوله. الملف مفتوح ويجب ان يخلق هذا الملف، ويجب، والملك ايضا هو ايضا في اول اجتماع لجنه الاصلاح قال ان الموضوع 25 اللي هو تم 25 اذار كان الاحداث الداميه او الاحداث المؤسفه فيها في دوار الداخليه، في 27 كان في لقاء الملك مع لجنه الاصلاح وقال اننا هذا الملف قد اغلقناه، لماذا يريد البعض ان يبقي هذا الملف مفتوحا؟ هذا السؤال يجب ان يجاب عليه ويجب ان يغلق. يعني هو الكلام، نعم، هنا كلام وهناك كلام. اشكرك، نريد ان نفهم. نعم، اشكرك استاذ امجد العبسي الكاتب والصحفي، كنت معنا من عمان. مشاهدينا بهذا نكتفي، وطبعا التغطية ما زالت متواصلة عبر قناة الحوار الفضائية. دمتم بخير.